الاهلي والترجي التونسي استاد برج العرب في الساعه 9 مساء. توافد مجلس الاداره كالعاده والمسانده الدائمه لفريق النادي الاهلي وكل الالعاب الرياضيه، الالعاب الجماعيه، الالعاب الفرديه، لكن احنا بصدد طبعا مباراه النهائي. بيسعدنا بنضمنا طبعا استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الحمد لله على السلامه. انا يمكن لسه ما غيرتش خدناك كده على طول، انا عارف والله، بس طبعا في البدايه سيد والاستوديو كله جميع الاهلاويه كلنا بنقول يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله. انطباعك الاول على الحضور الجماهيري، الناس يمكن بايته هنا في اسكندريه، الناس بتتهافت على شراء التذاكر، مسانده ان شاء الله تكون قويه جدا من جمهور النادي الاهلي لفريق النادي الاهلي. في البدايه عايزين نتكلم على الجمهور، بتشوف دور الجمهور النادي ازاي يا طارق بيه؟ مصر كلها اهلاويه النهارده، الطريق الصحراوي كله اهلاويه، تليفونات عماله تيجي الواحد من الناس. الحمد لله كم الكثافه الموجوده، ونامل ان شاء الله وعشمنا وده اللي متاكدين منه انه جمهور الاهلي كعادته هيكون النهارده كل التشجيع المثالي والقوه الدافعه الضاربه هو نمره واحد. الجمهور حاجه تفرح يعني، واللي حصل الايام اللي فات ولهفته مع التذاكر، ناس بالليالي بايته قدام المنافذ، حاجه جمهور الاهلي ليس له مثيل. حاجه يا رب النهارده الفرقه تكون على القدر ده، وواثقين منهم ان شاء الله هيكون على قد كده. يتبقى توفيق ربنا ودعاء ان شاء الله. يمكن كمان كان موجود كبير جدا من مجلس الاداره في الحضور، العدد الكبير جدا من جمهور النادي الاهلي ده، بقى لنا فتره كبيره ما شفناش العدد الكبير ده. على ما اعتقد في الكواليس كان في مجهود كبير جدا ان يكون في العدد ده طريق. لا الحمد لله، يعني مجلس اداره بقياده كابتن محمود الخطيب من فتره ومشكل لجنه لمتابعه تنظيم كل المباريات، اداره تنفيذيه على اكمل وجه بتقوم بدورها. وكلنا كان نفسنا نلبي كل طلبات يعني بقول مصر فيها الحمد لله اكثر من 80 مليون اهلاوي، يعني كل الطلبات دي كانت تلبى. عايزين مدينه رياضيه تسع عدد كل الاهلاويه يتفرجوا على ماتشات الاهلي. فيا رب ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد ويوم مفرح على مصر وعلى الاهلاويه كلهم ان شاء الله. جانب المجلس استاذ محمد كامل رئيس شركه بريزنتيشن موجود، مستر حسام صالح المدير التنفيذي لشركه اعلام المصريين موجود، كابتن هاني ابو ريده، الكل بيساند النهارده النادي الاهلي بيمثل مصر بجانب مجلس الاداره. بتشوف الحضور ده كمان ازاي بالنسبه للمسؤولين في الرياضه المصريه؟ مصر كلها النهارده عائله الاهلي، كل مصر عائله الاهلي، وده طبيعي. لينا تواجد في افريقيا، الفريق الوحيد اللي ليه تواجد، فطبيعي ان كل مصريين بمسؤوليها بكل تنفيذيها كل مصري يكون النهارده خلف النادي الاهلي. عشان تغير، انا عارف ربنا يخليك ويا رب التوفيق تحتنا الكابتن سيد والاستوديو. شكرا طارق. بنشكر اكيد الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، الكل في دعم النادي الاهلي زي ما شفنا. مستر محمد كامل، كل الحضور ان شاء الله يكون في دعم النادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن سيد كالعاده من خلال الملعب الاهلي، ولقاءات خاصه ان شاء الله عقب انتهاء هذه المباراه بفوز النادي الاهلي في ال90 دقيقه الاولى.